اهلا الاخوان، قبل ما نبدا هذا الفيديو غندوي لكم على الكورس ديال الاجتماعيات ولاباك. هذا الكورس هو الخلاصه كيفاش انا فهمت الاجتماعيات من الجلده حتى للجلده. هذا الكورس فيه ملخصات ديال الاجتماعيات ولاباك مكتوبين بيدي 16 بي دي اف. القيمه ديال هذا الكورس هذا لا مقارنه بالثمن ديالو. هذا الكورس هذا اللي كيختصر المشاكل اللي كتكون في دروس المادة الاجتماعيات، دروس كيكونوا طوال وصعيب يستوعبهم العقل، ولا كيكونوا قصار وما كاملينش. 16 درس ملخصين ومكتوبين بطريقة سلسة اللي يمكن اي عقل يستوعبها. يمكن لك تقراهم في التليفون او لا في بيسي ولا تخرجهم لامبريمون. هاد الكورس ديال الاجتماعيات اولا باك الهدف ديالو هو الى باقي ما بديتي هذا هو الحل اللي درت لك، ملخصات مكتوبه بالطريقه اللي تخليك تستوعبها وتجاوب على اي سؤال او مقاله في اي امتحان وتجيب نقطه زوينه. هذا راه هو باش انا فهمت الاجتماعيات وخرجت كاع دوك الفيديوهات. القيمه الزايده فيه هو انك كما كنت يمكن لك تستوعب الدروس ديال الاجتماعيات اولا باك، حيت هذا الكورس هو اسهل كورس ديال الاجتماعيات. وبالنسبه للثمن، انا درت داك الثمن باش نعاونك، حيت انا عارف الدروس طوال وعقلك كيبغي المفيد باش يكون واجد لاي امتحان. اللي بغى الكورس يتواصل مع هاد النمره في الواتساب، انا مخلي المكلف اللي غيهضر معك وغيقول لك طريقه الدفع وكيفاش غادي يعطيك الكورس في الواتساب على شكل بي دي اف. اهلا الاخوان، هذا الفيديو غيكون تشالنج، تحدي انني نلخص الماده ديال التاريخ اللي كاينه في الاجتماعيات ديال اولى باك سيزيام، وغنحاول انني نديرها في 5 ديال الدقائق. اوكي. كاين 4 ديال الدروس الاولى، 4 الدروس الاولى في التاريخ. كاين ان العالم في القرن 19 عرف واحد التطورات بحال بدات واحد التكنولوجيا تتبان، الطب ازدهر، الانتاج ازدهر، حتى هو الفكر ديال الانسان ازدهر، تنقى ولا بزاف ديال الانظمه فكريه بداو. العالم تحول من عالم كلاسيكي لعالم متطور فكريا واقتصاديا وحتى اجتماعيا. هذا الشيء مع الوقت ولات فيه واحد المنافسه، مشاكل، وبدات المشاكل مع الدول ديال العالم. ناض واحد التنافس بين الدول الواعره في العالم ديك الوقيته، المانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، وبدا هاد الصراع اللي كيتطور حتى جا ولي عهد النمسا لصربيا يضرب دوره تما، شدوا واحد الطالب صربي تيرا فيه، ناط الحرب العالميه الاولى، 4 سنين ديال الحرب، تيري فيا تيري فيك، 10 المليون ديال القتيل اللي تقتلوا في هاد الحرب. سالات الحرب، الدول المنهزمه تأزمات، كلات الدق، خصوصا المانيا اللي دارت عليها معاهده داك السخط اللي هي معاهده فيرساي. هاد الأزمة بقات كتكبر حتى جات 1929 وهي تجي أزمة عالمية اقتصادية. أزمة 1929 الاقتصادية حتى هي بانت أن كاين عندها واحد انعكاسات خايبة، نات البطالة، الفقر، الجوع، خصوصا ألمانيا اللي كان عندها مشكل ديال التضخم النقدي، تيكون عندك الفلوس ولكن ما عندك ما تدير بهم، يعني القيمة ديالهم ما بقاتش عندهم قيمة. في 1933 جا هتلر كان دافن في قلبه واحد الحقد كبير تجاه الدول اللي ربحات في الحرب العالمية الأولى، ولكن بان بواحد القلب زوين بيض. ولكن هاد المجية ديالو كانت فيها بزاف ديال الخدمة، طير معاهدة فيرساي، ضم النمسا لألمانيا، خدا السوديات اللاند من تشيكوسلوفاكيا وواحد المنطقة اللي كانت عامرة بالألمان. جات 1939 وهو ينوض الحرب العالمية الثانية ناضت، هتلر بسبابه حيتاش قصف بولندا وبدات الحرب. بقات ألمانيا حامية السخون في الحرب في البداية ديالها، غزات الرنقة ديال الدول، ومن بينها دول صحاحة، من بينها فرنسا اللي زربت عليها، حتى تجي من بعد واحد المدة ديال 3 سنين وغتخشي رجليها في الغيص مع الاتحاد السوفيتي روسيا، وبدات كتموت شوية بشوية حتى 1945، خصوصا انها تعززت القوى ديال التحالف بالدخول ديال الولايات المتحده الامريكيه. المانيا طاحت وتقسمت لجوج اطراف، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، والعالم تقسم لجوج معسكرات، ميريكان الاتحاد السوفيتي، الثنائيه القطبيه، الاشتراكيه للاتحاد السوفيتي، والراسماليه ميريكان. من بعد تنوض واحد الحرب بارده بيناتهم واللعوب، راكم فاهمين بلا ما ندخل في لي ديتاي. هادو 4 ديال الدروس الاولى من التاريخ ديال اولى باك.
هاد ربعة الدروس كاينين في الكورس اللي دويت عليه، وإلا حفظتي هاد ربعة ديال الدروس بوحدهم وتحطات المقالة في التاريخ راه يمكن لك تفرقع على النقطة، حيت هما كيخيروك في المواضيع. بقاو ربعة ديال الدروس، الأول ديال اليقظة الفكرية في مصر وبلاد الشام المشرق العربي، وهذا الموضوع كيدوي على التطور اللي وقع على مصر وبلاد الشام. المشرق العربي بصفة عامة شهد واحد التطور في القرن 18 واللي تسمى باليقظة الفكرية، أن الفكر فاق لهم الفكر. هذا الشيء اللي وقع في المشرق العربي هو أنه بانوا تيارات فكرية جداد بحال العلماني والتيار السلفي، التيار العلماني والتيار السلفي، بانت بزاف ديال التطورات، البعثات الطلابية، جاو شي حكام اللي داروا شي حوايج طوروا في المشرق العربي، نابليون دخل المطبعة لمصر، ولات الجرائد والكتب بدات كتبان انها كتطبع، والعالم العربي او المشرق العربي وقعت فيه واحد الفيقة يقظة فكرية. والدروس الثلاثة الاخرين اللي بقاو هما ديال على المغرب، الدروس اللي تيدويو فيهم على المغرب فاش تعرض للاستعمار من طرف فرنسا ولا إسبانيا، وقاوم ودار إصلاحات باءت بالفشل، فشلات، ومن بعد جات الحماية في 1912 ديال فرنسا، وبقات هاد المدة هادي طويلة وغيتنفى محمد الخامس حتى غادي المغرب ياخد الاستقلال ديالو في 1956، وجاب الاستقلال وبدأ كيرجع شوية بشوية التراب الوطني اللي هو استكمال الوحدة الترابية، ورجع لنا بزاف من التراب الوطني من بينها الساقية الحمراء ومن بينها واد الذهب، وبدينا كنرجعوا شوية بشوية وغادين في الإطار ديال استكمال الوحدة الترابية. هذا هو التاريخ ديال سيزيام أولى باك في 5 ديال الدقائق. صراحة تاريخ زوين تيخليك تعرف بزاف على العالم وعلى الجغرافية اللي انت فيها. و enjoy in the video، ونتلاقاو في فيديو آخر جديدة. peace و تشالله، إلى اللقاء.